هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. الانفعالات، كلنا بنواجه المشكلة بتاعت الانفعال دي. كلنا عندنا حد في البيت، حد في الشغل، حد من صحابنا عنده انفعال زيادة قوي ومحتاج انه يهدى شوية. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الثبات الانفعالي وازاي ان احنا نقدر نساعد نفسنا ان احنا نهدى في وسط الانفعالات. بس عشان نعرف ازاي نهدى محتاجين نعرف اصلا يعني انفعال. انفعال هو اي توتر في الجسم ايا كان ايجابي او سلبي. يعني ايه؟ يعني الحب انفعال، السعادة انفعال، الفرحة انفعال، الغضب انفعال، القلق انفعال، الحزن انفعال. كل الحاجات دي انفعالات وكل ده بيأثر علينا. بس عشان ان احنا نجتنب الانفعالات ونجتنب القرارات اللي بناخدها وقت الانفعالات محتاجين نعرف ونتعلم ويبقى عندنا ادراك بمعنى وبامتى احنا بننفعل. اول حاجة محتاجين نعرفها ان العقل بيحصل فيه او التفكير المنطقي بيحصل فيه خلل بنسبه من 70-80% في وقت الانفعال. عشان كده بنقول دايما ان انت ما تاخدش قرار في لحظه غضب، ما تاخدش قرار في وقت انت متضايق فيه، ما تاخدش قرار كمان في لحظه حب. وانت في هيلمان الحب وفي انفعال الحب ممكن تاخد قرار غلط. ليه؟ لان التفكير المنطقي وقتها بيبقى مختل في اللحظه دي. عشان كده اول ما تبقى في انفعال حاول باي طريقه ان انت تنفس عنها. هتنفس ازاي؟ هنقول ان شاء الله الحلقه الجايه بكره طرق كتيره قوي زي ان انت تنفس عن الانفعالات اللي عندك عشان يبقى عندك ثبات انفعالي في اي موقف انت بتتحط فيه. تعالى دلوقتي نشوف مشكله كتيره قوي بيعاني منها الامهات، وهي ان الاطفال لما بيجوا ينفعلوا او حاجه بتضايقهم بيكسروا الحاجات اللي حواليهم. في ام جت بتقولي انا ابني لما بيجي ينفعل او ما بعملوش اللي هو عايزه بيجي يكسر وما بيهداش غير لما بيكسر. طب موقف زي ده ممكن تعملي معاه ايه؟ لو ابنك ممكن تعملي معاه ايه؟ سالتها الاول سؤال، قلت لها دلوقتي هل هو شاف بابا، انتي، جده، اخواته، حد لما بيتعصب او لما بيغضب بيكسر حاجه حواليه؟ قالت لي اه بابا عملها، بس عملها مره واحده بس. قالت لي بس هو كان صغير وقتها. قلت لها ما يفرقش هو سنه قد ايه، بس بيفرق ان هو بيتربط في عقله ان التنفيس عن الانفعال هو بالشكل ده. فانا دلوقتي اول ما الطفل هيمر بموقف زي بابا، ممكن يبقى بابا كان بيهزر بس هو شاف ان بابا بيتكلم جد، او شاف ان هو ده الموقف او هو ده طريقة التنفيس اللي المفروض يعملها. فالطفل اول ما هيتحط في موقف زي ده اول حاجة هيعملها ايه؟ نفس رد فعل بابا حتى لو كان صغير، لان هو في الفتره من وهو صغير بيقعد يشد ويمتص كل التجارب بتاعت اهله. فدلوقتي اول حاجه عشان ان انت تجتنبي مشكله زي دي حاولي ان انت تبيني رد فعل مختلف لابنك في الانفعال. يعني مثلا عدي بنفس الموقف ده وطلعي رد فعل مختلف، فهو اول ما هيشوف او اول ما هيتحط في موقف زي اللي انت اتحطيتي فيه هيدي نفس رد فعلك الصح. تاني حاجة مهمة قوي او تاني حاجة بنمر بيها هي ان احنا بنربط السلوك بالانفعال. يعني ايه؟ انا حسيت بغضب، الغضب ده ايه؟ انفعال. عملت ايه؟ كسرت. فالتكسير هو سلوك. اللي احنا بنعمله ان احنا بنقول اصل انا ابني قليل الادب او بنحكم عليه اي حاجة بناء على سلوكه. لا، لو انا اتحكمت في انفعاله السلوك هيختلف وهيتغير تماما. عشان كده اللي احنا محتاجينه ان احنا نتعامل مع الطفل، ان احنا نبدأ من بداية خالص ان احنا نتحكم في افعاله وما نحكمش على سلوكياته عشان يقدر ان هو يبقى عنده من بداية ثبات انفعالي. ازاي ان احنا يبقى عندنا ثبات انفعالي او ازاي ان احنا نتحكم في عصبيتنا اللي احنا بنقول ان انا اتولدت عصبي مع انك انت بتتولد على الفطرة؟ هنعرف ان شاء الله بإذن الله بكرة التمارين كلها ونعرف ازاي ان احنا نتحكم في انفعالاتنا ويبقى عندنا